نبدأ بفريق الفتح الرباطي والواقعة الشهيرة للفتح الرباطي. السنة موسم 99-2000 تتفوز باللقب ديال الهداف البطولة ب 17 هدف، إنجاز شخصي ديال سي مصطفى، ولكن كنت يتمنى أنه كان ينتهي بلقب ديال البطولة ديال الفتح الرباطي، والفتح الرباطي آنذاك إلى غاية 2000 عمره ما فاز بلقب البطولة. عنده كؤوس العرش ما شاء الله، ولكن لقب البطولة كان مستعصي عليه. هذاك العام كنتو غاديين بواحد الوتيرة سريعة، كنتو متنافسين مع فريق الرجاء البيضاوي، ربحتو فرق كبيرة في هذاك الموسم، وعلى بعد ثلاثة المباريات، ثلاث جولات، الجولة 28 كنتو فايتي الرجاء بجوج نقاط، والجولة 28 غادي تلعبوا مع الاتحاد الرياضي تيبغ سابقا، والرجاء لعبة في مراكش، والكل بدا تيهضر على أنه الفتح سيحقق آمال الجمهور الفتحي، هو اللي حقق السبق أول مرة في تاريخه. أنت كيفاش عشتي هذه الواقعة هذه، وأنت كنتي في قلب هذه المباراة وحاضر فيها وحاضر ما قبلها وما بعدها؟ فأخر شيء كنت كنتوقع هو تحصل ديك الحادثة، لأن الكاتب العام أنا ذاك حاج حميد، إنسان كنعرفوه حنا، يا إنسان صديق ديالنا، أخ ديالنا الكبير، يعني ما يعني من الحوايج اللي انا متمكن من العمل ديالو، هذا هو اللي كان معروف عليه، نعم متمكن بواحد الدرجه كبيره، وكان قريب لينا حنا كلاعبين. وهادي ما خصك تعرف داك الموسم وي كان عندنا فريق قوي بزاف، لانه درجه الرجاء بالترسانه والتركيب البشريه ديالها وسيطروا على البطوله سنوات، سته القاب متتاليه واللاعبين متواجدين، ولكن النوعية اللي كان كيتمتع بها فريق الفتح الرياضي آنذاك، وجودة اللاعبين مع مدرب اللي هو سميتو تودوروف، ان سيستيم جو ديال 3-5-2 وبالشخصية ديال اللاعبين، تعادلنا مع الرجاء الرياضي في عقر الدار ديالهم بجوج بجوج، كان ماركا حديود وماركا المستوري. تصور ما يمكنش الرجاء ما يمكنش تربحها في الكاس تماما، ودونور ضاير كامل، ولكن لعبنا واحد المقابلة اللي هي كبيرة، خلات الفريق ديال جوج نقاط. حنا في عقر الدار كنضيعو حتى ماتش، اللاعبين كيقولوا المهم انا كان ماركي، كان شكون اللي كان جوهر والبختي والسيباويه تيكون سالينا الماتش امبوسيبل، وكان المستوري وسوهيف في مليو تيرا معهم سويدي، كان ديناري في اليمن، كان تا جوهر كان الروحي اللي بمناسبه ما كنت مع 12 البيت، شوف الروحي كيعطيها لك، شوف تكون بين جوج لعابه كيعطيها لك في المقاصه، ربي عطاه هذيك الموهبه. وكنت انا والزروالي الله يرحمه هشام الزروالي، وكان كالحسبي، كان اللاعبين صراحه فريق كيعجب النجوم، لانه فاش كان معروف ان ما عندهاش جمهور، ولكن في البيريود ديالنا حنا لانه كانوا غير ولاد يعقوب المنصور ولاد مدينه ولاد سلا، ترجعوا هذاك الجمهور مارتينا دائما كيكون عامر. غادي نمشيو للاتحاد الرياضي، حنا فايتين الرجاء دو بوان، وبالنسبه لنا حنا الاتحاد الرياضي تيبغ انذاك كان صراحه في المتناول ديالنا بارابور الفرق اللي انا جيب من المنتخب الوطني، جيب بالباسبور ديالي. تصادفتي انك كنت في ليكيب ناسيونال وجيت او جيب غير الباسبور ديالي دايرو في جيبي، لان كنت في ليكيب ناسيونال، دخلنا كونسونطراسيون في احدى الفنادق في مدينه التمارة، وكاين شي سبعه ديال الدراري جايبين لاكارت ناسيونال ديالهم هازينهم، ومنهم الدراري ديال اللي يسكنوا في كازا بحال المستوري بحال سهيل بحال سميتو، دوك هادو كي ضروري كاين معاهم لاكارت ناسيونال، الجور حتى هو كندير لاكارت تقريبا، حنا شي 8 وهو في القانون وقيله 8 لا تنظن تماما 8 وغارديان سعود. دخلنا ما ديك الساعه كان الحكم العشيري كان تفاجئوا بان البطاقات ديالنا ما كاينينش، وحتى عمليه اخذ الصور ما بقاش وعندك حاجه وحده هو تلعب بلا كارت ناسيونال سينو غادي تخسر الماتش، شاد الاقدار نلعبوا بلي كارت ناسيونال. دخلنا يعني بثمانيه ديال اللاعبين، وكانت ضجه كانت بان في واحد التقرير كان دارته الاخت العزيزه قايمه بالعشي في التلفزه، نتذكر هذاك كانت معنا في الماتش، كانت حاضره معنا في الماتش، كان واحد الهراج وواحد الشنآن داخل تماك بين المسيرين ديال الفتح الرباطي، المهم كانت واحد
اجواء ربما وتيرا كله رجاوي طبيعي يشجعوا الفرقه فرقوا الاتحاد الرياضي الاتحاد الرياضي الاتحاد الرياضي ما كانش عنده جمهور الرجاء الرياضي ما كان كله جمهور ديال الرجاء ديك الساعه انا مقلع واحد منه واحد منه تيرا احنا في 100 لاعبين ودايرين واحد واحد بريمير ميط ولكن فريمون القوه ديالنا كلها مشات يعني اللي فوق اللي غادي يزيد طير بالله هو تطرينا البختي ايه ولينا لاعبين بسبعه تماما والكارديان هو ثمانيه دونك القانون كيخليك كون نقصنا غير واحد ما دونك المطار مشى قال لك جاب لي ليسونس من تير الفتح هرسوا له مجر ولا رجعوا زادوا جوج لعابه في بدايه ديال الشوط الثاني ولينا لاعبين بعشره ولكن فريمون زاوت باقي كنعقل بزاوت ماركا في الدقيقه 90 الرجاء ربحوا في مراكش كنتو ديك الساعه ايبويزي يعني كنتو لاعبين الميطه الاولى ناقصين يعني ناقصين كلكم عندكم صعيبه باش تلعب شي هذاك الجوده اللاعبين اللي كانت متواجده في التبغ الرياضي راه كانوا لاعبين في المستوى الكبير ولكن باش تخرج لانه ضغطوا علينا بزاف دوك بدنيا نهارينا صراحه الشوط الثاني صافي وصلت وبقينا شادين معاهم وكنا غادي نسجلوا جا زاوت في الدقيقه 90 ماركا اللي خصف بالامل ديالنا لان كنا صحقوا التشويج انا ذاك وكانت وصمه عار صراحه على ما عرفتش انا ما باش ما نظمتش شي خطا ديال من الله اعلم ولكن الله اعلم باش ما نظمش اخويا منصف شي واحد امام الله لان هذا الشيء غادي نتحاسبوا عليه امام الله فهمتيني دونك حنا ما عرفناش الحيثيات والكواليس كيقول لك الحاج حميد لا ما عمرو الانسان راه تينسى راه حنا راه بشر ماشي زعما ما عمرها طرات في التاريخ 28 دوره وتتصيب راسك انا هو الجهد ديال شنو هي 28 دوره وانت كتقاتل وكتضحي وهادي سميتو يعني علاش المقابلات لانه غادي ندخلوا لي فار تماما خسرتوا معاه بواحد صدقنا من المرتبه الاولى المرتبه الرابعه الرابعه تماما باقي كنعقل يعني انا صافي ديك الوقيته فريمون صافي ديك الوقيته ما كذبش عليك لان واحد الحصره اللي هي كبيره ما يمكن الجهد ديال الموسم كامل كيمشي لك في واحد راجعين في الطريق الماتش والله ما بقيت عارف انا بعدا لانه طرش انا من بعد نهايه المقابله مع عشيري قال لهم يعني بصقت عليه وعايرته وداك الشيء ما كانش لانه انا كنت غادي بواحد الوتيره ديال هداف البطوله ربما كنت غادي نوصل لواحد الرقم اللي مزيان لانه بقاو جوج المقابلات ممكن انا نسجل فيهم ونعزز الرقم ديالي وقفوني اربعه مقابلات داروا استئناف هي هذيك جوج المقابلات سالت ما لعبتش انا جوج المقابلات الاخيره ما لعبتهمش اذا وقفوا كان تم التوقيف ديالك في هذه المباراه وما داير لا بيدي الصراحه يعني الحكم العاشري والله ما داير لا بيدي لا ما سي نورمال كتكون ديك ردات الفعل ديالك ولكن ما غاديش لدرجه توصل البصق ولا المعيار ماشي من تربيتي وماشي من الاخلاق ديالي مي تتبقى صراحه كيحز في النفس لانه مجهود ديال عام كامل مشارك في دورتين قدر الله وما شاء فعل. قلتي واحد الكلمه ممتازه سي مصطفى قلتي بانه صعب انه نعتبر الامر مؤامره تصور ديال شي واحد ولا اتهام شي واحد ولكن تبقى وصمه عار في تدبير واحد المباراه وحنا نلعب واحد المباريتين من لقب او شيء من هذا القبيل هذا للاسف انه حتى الموسم الاخر الفتح تتكلاسا مور رجع عاوتاني تتكلاسا الثاني هذا من ربما كانت الفتره كانت زاهيه في تاريخ الفتح الرباطي وما الاستغلال ديالها هنا غادي ندوز معك النقطه الثانيه وهي ديال الشباب السعودي اعتبرناها في الحلقه الماضيه بانه سبب غيابك ديال المنتخب المغربي كان ربما نعتبره خطا في المسار ديال بيدودان على الاقل كان يقدر يلعب حتى في الدوزيام ديفيزيون ديال فرنسا ولا ديال البرتغال ولا شي حاجه ومن تماك تكون انطلاقه ولكن في هذاك الوقت بطبيعه الحال بطولة الخارج ما كانتش تتبعهاش الناس ما كانش النقد التلفازي تتصادف انك حضرتي كاس كؤوس الاسيويه وكاس السوبر الاسيوي احكي لنا على هاد جوج لانه في اخر مطاف انت باساج سريع وحضرتي جوج مناسبات كبار هو انا كنت اعاره لمده 6 شهور وكان معايا صديق ديالي انا ذاك مشى معايا السيباوي صالح السيباوي لانه شكون اللي كان جلبنا لتما الشباب السعودي وتظروف انا كتمشي بهذ القيمه ديال المدرب انه عقل بان ديتي معاه فيتور وفرحتي ودرتي لي واحد الاسم يعني الى جانب الزملاء ديالي انا ذاك درتي لي واحد الاسم ديالو باش انه مشى للشباب السعودي فمشيت عاص شهور فلقيت ثقافه اخرى عادات اخرين انت مولف مثلا هنايا مثلا في الرباط كتمشي مع الاصدقاء ديالك تخرج الكافي وقت اللي بغيتي تما كاين كتصطدم بواحد الواقع اخر كتعرف دوله متزمه كنت في الرياض اجواء الحراره بوحديتك فصعيب
باش تأقلم صعيب باش تأقلم يعني مع الأجواء ديال الدوري المحترف السعودي. أنا رجعت ولكن هما أمنوا بي بغوني مازال دوك غادي تكون شهرين باش غادي نلعبوا كأس كوكوس وكأس العربية وشكون اللي غادي يمشي معايا يمشي معايا كاماشو وعمر حاسي كنا حنا ثلاثة المغاربة حيت اقتنعوا بي وجاو حتى لهنا المغرب باش زادوا معايا قال لعبنا غير كأس الكؤوس والكأس العربية وصافي حيت ما بغيتش نرجع حيت هما بغاو يزيدوا معايا كونترا ديفينيتيف أنا ما بغيتش نرجع صعيبة أجواء صعيبة وما كتبلك وما كتبلكش أنا كتلعب هذيك المباراة ما كتبش ليا لأنه صراحة كتبين الموت والحياة وربما هذه أول مرة كنقولها اش نقول لك أخويا منصف تصابت بواحد الحمى اللي وصلت حتى ل 41 42 حتى والله العظيم إذا نقلتي بين الحياة والموت يعني راه تعبير صحيح والله العظيم أنا ما عارفش يعني أنا تنقول درجة الإنسان العادية 37 ولكن كتوصل 41 42 كتولي كيقولوا لك الهلوسة الهلوسة لدرجة أن كنعيط لوالدتها سمحوا لي وهم مخلوعين ما عارفين شنو كاين لأنه فعلا ديك الساعة تم بيا الفريق الشباب السعودي مشيت للكلينيك السيروم يعني 24 ساعة هما مقابليني وباقي الماتش ديك الساعه نقول لك بحال لاعبين السبت تصابت بديك الحمى الاربع دوك دوزت لها الاربع الخميس الجمعه عاد انخفضت الحراره ديالي زعما باش نلحق بالمقابله شوف وباش بغيت باش نلحق بالمقابله وهي راه يستحيل واخا تبغي تلحق بالفينال يستحيل ولكن حضرت المقابله ولكن حضرت المقابله ديالي واخا باقي فيها الدوخه باقى فيها فهمتيني دوك وفزنا بديك كاس الكؤوس وغادي نلعبوا السوبر كوب مع واحد الفريق واقيلا الصيني صيني كان ماركا عمر حاسي درنا جوج جوج عندهم كاماتشو كان واقيلا هو سجل وجينا في الديار السعودي ونهزمنا في السوبر كوب دونك كانت تجربه اللي لا هو ما عليها لا بغينا لا هو ما عليها تماما